لا ما بغاش، لان احنا خصنا نساعدوا الشباب ديالنا، نحببوهم في القراءه. وبكل صراحه كنقولها اننا احنا اذا مشينا دابا في شي طوبيس وشفنا شي واحد في يدو كتاب، كيبان لنا بحال مسكين درويش ما على باله، يعني فهمت، شي واحد راه ما عليناش بالصوره القارئ ان الانسان يكون في قهوه يقرا ولا في طوبيس طياره. في المقابل في بلدان الغرب كتجبر مرة عندها 70 عام في يدها كتاب، في يدها كتاب فيه 1000 صفحه، وكتشوفها دايرها واحد الكرتونه في الوسط على ضربات 500 صفحه. فخصنا نشجعوا الشباب ديالنا والاطفال على القراءه. لا ما كاينش سياسه في المغرب، انت اش ما كاينش سياسه لا المغرب ما كاينش سياسه، ولهذا كنقول لهم دائما القضيه الانتخابات وكذا هي مسرحية. وأنا من الإنجازات ديالي في حياتي اللي كان افتخر بهم وكان نفخ صدري أنني عمري ما صوت على شي واحد وعمري ما غنصوت على شي واحد. علاش؟ التصويت شنو هو؟ كتمشي تختار واحد اللي غيسرقك مثلا، خصني واحد طويل يسرقني وانت واحد غليظ واحد سما. شنو الانتخابات؟ هو انك تختار اللي غينصب عليك. اللي كتصوت على الشخص؟ لا ماشي تصوت، الاختيار. كتجيب يدك ودير البصمه وتقول انا بغيت يسرقني هذا اللي طبوزي، انا بغيت هذا اللي ضعيف، هذا اللي سمار، هذا اللي طويل، هذا اللي عينه خارجين. كتسمى كتختار اللي ينصب عليك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.